بداية احنا بنرحب بالسيد النقيب سامي عاشور رئيس نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب في زيارته للأقصر وقنا، واللقاءات دي دايما هي ضرورية ومطلوبة، لأن احنا أصبحنا حاليا بنتعرض عبر وسائل التواصل المعلومات مغلوطة، فلازم ولابد من حضور النقيب وتوضيح جميع الإنجازات التي تمت، تنقية الجداول، التصدي لمسألة التعليم المفتوح، طفرة العلاج، زيادة المعاشات، فدي مسائل لازم النقيب يوضحها، فالزيارات دي مطلوبة والتواصل مع السادة والزملاء المحامين لازم ده ضروري علشان كل حاجة تبقى واصلة، لأن حضور النقيب لما يسمع من النقيب شخصيا الأمر بيختلف اختلاف كلي، لأن النقيب عنده هو اللي أصدر القرار بمساعدة باقي أعضاء السادة أعضاء المجلس ومجالس النقابات الفرعية، لكن عنده الرد الوافي لكل المشاكل دي وحلها. طبعا أنا بعتبر أن اللقاءات دي والاجتماعات وزيارات النقيب العام لينا احنا عبارة عن ضخ دم للمحامين. ليه؟ لأن بيديهم حافز في النقابة بأن المحامي اللي هو الناشئ أو تحت التمرين مع الجيل الوسط مع الجيل الكبير كله يترابط مع بعض. الاجتماعات دي بتقرب المحامين لبعض، بعيد عن العمل، بعيد عن أي حاجة، بتبقى في مشاكل بتتعرض، في حلول بيحلها النقيب، في أي حاجة خاصة بنقابة المحامين عامة بيكون النقيب العام قريب للمحامي. طبعا طبعا بيشرح في كل حاجة، بيشرح العلاج، بيشرح المعاش، بيشرح الضريبة المضافة، بيشرح كل حاجة، وفعلا هو الراجل جاي يدينا ايه اللي بيحصل معاه، فهو بوزارة المالية، وزارة العدل، وزارة الداخلية، كل اللي يخص المحامي في عمله بيكون هو أقرب لينا، يعني همزة الوصل معنا. أما بالنسبة لسيادة النقيب في حضوره لينا النهاردة ده جاي عشان خاطر أصل حتة الضريبة المضافة وحتة المعاش وتصعيد الضريبة بتاع تعب المحاماة، يعني حاجات يفهمها المحامين، الضريبة اللي هي دي هتصبه كله فين؟ في صالح المحامي فيما بعد، في ايه؟ في تكلفة العلاج، في تكلفة الرحلات، في تكلفة أي حاجة خاصة بالنقابة، كله ده بيصب فين؟ اللي هو جاي النقيب يدينا نبذة عنه. انما هو اصلا النقيب في زياراته لينا، انا بقول سيادتك اصلا احنا ناس بتاع الاسر هنا من النوع اللي هو النقيب قريب لينا، قريب بعمله، قريب بكل اللي بيعمله لينا، النقيب خاص بالنقابه يعتبر حسن. النقابه نهضت وازدهرت في عهد سامح عاشور، معهد محاماه اهتم بالمحامي بأمانة، جعل للمحامي في النقابة تمن علاج، بيرفع في المعاشات، هو الأبو البار، فأنا يعني إيه لا أزكي أحدا على الله، فبأمانة النقيب هو النقيب، هناك من يكون نقيب يفاوض المحامين من أجل المحامين، وهناك فرق بين نقيب لا يعمل لصالح المحامين. وأصدقك الحديث أن سامح عاشور نقيب شكلا وموضوعا ورجل محترم وابن أصول، هو أساسا من البيوت العريقة سامح عاشور، ويعرف مشاكل المحامين وهموم المحامين. أنا شخصيا ما استفدتش حاجة من النقابة، ولا ترشحت في النقابة، ولا خدت حاجة من النقابة، لكن بروح بلاقي خدمات، ونقابة المحامين ما زالت وستظل برجالها شامخة شموخ الجبال الرواسي، تدك صروح الباطل وتنتصر للمظلوم وتتحدى كل مغرور، ولو اعتلى عرش سليمان. وعلمنا التاريخ أن من لم يستمع إلى ضمير نقابته فإن للنقابة ضمير سوف يسمعه الغافلون زئيرا. فبحياة الإسلام وبحياة مصر والوحدة الوطنية وشمسها وضحاها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اللقاءات اللي هي بدأت تنعقد ما بين نقيب سامي عاشور نقيب محامي مصر وبين النقابات الفرعية كانت لقاءات مثمرة جدا في السنوات الأخيرة، وذلك لأن السيد النقيب وضح الأمور الكثيرة التي كانت غامضة بالنسبة لجموع المحامين مصر، والتي تتمثل في أمور كثيرة، أولاً منها ميزانية النقابة، متحصلات النقابة، مشاكل النقابات الفرعية. وبدأ السيد النقيب أولاً بتنقية الجداول المحامين من المحامين غير المشتغلين، وذلك أن المحامين غير المشتغلين كانوا يلتهموا حصيلة النقابة بالكامل،
واقتصر الأمر في التعامل على المحامين المشتغلين بالمهنة، وتأيد ذلك بالقانون المحامي الجديد 147 سنة 2019، إذ أن ذلك القانون أكد وبجدارة على أن النقابات أن نقابة محامين مصر هي سيدة القرار، وبالتالي فالنقابة العامة لمحامين مصر بقيادة السيد النقيب سامي عاشور بدأت تشكل لجان متخصصة في إصدار القرارات المتعلقة بترقية الجداول، وبالتالي فاقتصر الأمر على المحامين المشتغلين، وبالتالي بدأ يستفيد محامي مصر جميعاً، ومنهم وبدأ الأمر بالنقابة الفرعية بدأوا يستفيدون بحصيلة النقابة بالكامل، الصناديق والتي تمثل في صناديق المعاشات وصناديق كافة الخدمات، صناديق المعاشات والصناديق الأخرى منها العلاج أعتقد اللقاءات اللي بتعقد من فترات طويلة والمؤتمرات اللي بتعقد في المدن بورسعيد الغردقة غيره هي مسألة تقريب وتوضيح لما يعاني منه المحامي في عمله اليومي وما يلاقيه من مشاكل، وفي نفس الوقت بيعرض ما تتطلبه المهنة وما يتطلبه المحامي حتى يؤدي عمله من قبل نقابة المحامين التابعة لها. أعتقد الشيء المهم للشباب ياريت لو يعتبروا هذه اللقاءات ولقائهم بالأساتذة الأكبر عمرا يعتبر شبه قدوة ليهم يمتثلوا بها، لأن احنا تعلمنا في بدايات حياتنا، أنا خريج 76، تعلمنا في بدايات حياتنا أن نحترم المحامي الأكبر في العمر وفي السن وفي الخبرة، علمونا في بداياتنا كده أن لازم نحترم أساتذتنا الكبار. فأعتقد الشاب الصغير لما يرى أساتذته وأعمامه القدامى في مكان واحد معه حياخد منهم خبرة وحيقتدي بيهم في مشواره، وهي رموز طبعا، الناس الكبار رموز كبيرة يعني، فمن حق الشباب أن يقتدي بهم.